غير باش تعملوا لي الطلبات على الجميع لا لا احنا غير باش نتفاهم طنجو غير مراكش انا طنجو دابا النادي كيخلص 15,000 يورو مي ما كيحبسوش من المشاركه المنتخبات لا المنتخبات كتخلص الدائره ديال 15,000 يورو وكتحرم من المشاركات القاريه والدوليه لسنتين هذا هو المينيموم كيبداو من 8 سنين لعامين دابا حنا في الاتحاد الافريقي دعنا في النصيب لان الكوت ديفوار ما مشاوش للشامبيون دي موند ديال زيتي كاليفي بو الشامبيون دي موند وما مشاوش وضاع الاتحاد الافريقي من النصيب حيدو لنا منصيب ما بقاش يتأهلوا 4 ولا يتأهلوا 3 والكوت ديفوار تمنعات من جوج ديال لي شامبيون دي موند معنا 4 سنين حنا جينا بقينا واقع كما قال السيد الرئيس كاينه تزكيه ديال هاد المشاركات كاين تزكيه ديال التنظيم الا ما مشيناش خايبه حتى للمغرب ما تبقاوش تخمو غير كيتعلق الدرابو ديال المغرب وكيتعلن في هذيك الدوله اللي منظمه ان المغرب خسر الفورفي كيقولوش راه ما جاوش ما عندوش الفلوس خسر الفورفي وكيتدخل في القرار لا في الكادي لا في الجنيور لا في اي حاجه حنا دابا السيد الرئيس كيقول لك هذه الامور محسومه نتمنوا ليه التوفيق ندوزو للوضعيه الماليه كاينه واحد القضيه قبل ما السيد الرئيس يقول الاخوان هي بالنسبه للجنيور راه مشينا وشاركنا مساكين 8 طلع فيها الرقم غنمشيو للبطوله تاع العالم اللي غيدوزو 5 هذه اللي خصنا حتى نتوجهوا ماشي يلاه 8 ديال العالم 5 وعندنا ايكيب ديال الجنيور جو بونس مزيان انا اللي غتشرف غادي بعدا غادي تزادنا واحد لكم ايكيب الجنيور ديالنا ايكيب الجنيور عندنا في المستوى مزيان ماشي ضروري هذه من اجل التوضيح شعبوا الاخوان اخوان ندز الوضعيه الماليه للجامعه السي ابراهيم بسم الله السلام عليكم عندكم كلكم ثلاثه ديال لي زيتا يا مع الاخوان دابا حنا قاعدين غير نكون على باش يكون لينا حنا السي رشيد يا زعما باش نتفق الاخوان رشيد يا باش نتفقوا حنا علاش سفر الله يعطيك علاش 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 درنا الوضعيه الماليه للجامعه حيت خص اللجنه الماليه تعرف الوضعيه بشكل رسمي سي رشيد حنا مطالبين باش نديرو الباساسيون بين المكتب السابق والحالي حنا مطالبين باش نديرو الباساسيون وراه غيدار كل لا سمان هذا لافونتاج اللي عندنا امين المال في المكتب السابق هو الحالي غير هو سي رشيد هو بشكل رسمي هاد الوثائق دابا لان حنا في المكتب الجامعي وغتسلمهم بشكل رسمي الا عندك شي شروحات غتنسق حتى السي ابراهيم انا عندي ابيات واسمح لي زعما وخليني نكمل ونكمل ما يمكنش تقاطع نعطيو كلمه كنشرح لك لا كنخدموا انا وسيرت ما عطيتش كلمه لا وماشي وما عطيناكش كلمه راه كنا حنا لو 22 وما عطيناكش كلمه السي رشيد والله قول الاخوان غنشوفوا التقرير هاد الوضعيه الماليه وقبل ما نخرجوا الوضعيه الماليه ديال الجامعه السي ابراهيم والسي رشيد ضروري يديروا الاجتماع ديالهم ويعطيونا كما قلنا على ما هو تقنية السي رشيد انا كنقول لك السي رشيد حقك لان وقعت لي في السابق كنت رئيس اللجنه الماليه ودرت 7 المراسلات وما خصش الوثائق واكتشفت ان ماشي المشكل عند السي ابراهيم وما بغيتش نرجع للكاسيطه انا الاخوان راه كما قلت على اللجنه التقنيه كنقول على الماليه والكتابه العامه والتاديب بغينا نخدموا اون جروب وتكون عائله السي رشيد غيدير السي ابراهيم التقرير ديالو ومن بعد الا كان شي راجع راه قال لك السي يزيد كاين هذا المشكل عشتو انايا وعشتو مع السي ابراهيم هنا في الاوتيل وكان معنا حتى السي تبركان السي مصطفى عقل عليها وقوتنا ولقينا المشكله ماشي عند السي ابراهيم لا اسي العمراني عارف يزيد المشكل انا في لو 22 صرت مراسله من لو 22 يعني قبل كاع ما يمكن قبل ما كاع يتعيد انا كون كانت عندنا من لو 22 هاد لا سيتياسيون دابا راه ما ممكنش دابا نفهموها دابا اوراق ما ممكنش نفهموها راه تجلس انت وياه تجلس انت وياه وتحل الا كنا سمحتي الا سمحتي كاينه غير واحد القضيه سي رشيد غير كاينه واحد القضيه دابا حقا انت كتبتي مراسله وصفتيها وتحالت على تريزوري وراه عنده دابا غير الاخوه اللي جا غير التنوير خصنا دابا هذا الشيء اللي كاين ما يمكنش عندك الحق في واحد
سمعين ولا ربع ساعة ولا شحال نعرفوا كل شيء اللي كاين المصاريف اللي طرات في الجامعة ما يمكنش دابا خص غير بعد واحد الشروحات غير الأولية فيما يخص أما فيما أنت في الحقيقة كنت تجمع أنت وياه وتجمعوا وتشوفوا ودير لنا واحد التقرير على الوضعية المالية اللي كاينة أشنو كاين أشنو وغادي تكون ديك الساعة هذا كما قال لك هذا غير التنسيق خص التنسيق يكون بين الأعضاء وصافي كنظن بلا أنه غير دابا غير واحد دي فلاش غير باش يعرفوا الناس أشنو كاين وهو من بعد عاد يكون كنظن سموحة السلاسل نكملوا تفضل السي إبراهيم لا سموحة خليني تفضل السي إبراهيم عندي مقترح عندي الخوف بعد هذا الشيء ها عندي تدخل بعدا نشرح لك لي ما كنت بقات هضرت تتشبع عندكم 3 ديال لي زيتا كاين ايطا ديال شارج بيي كاين لا سيتياسيون بونكير وكاين لي كريتور ديبر عندكم ديتاي ديال كلشي عطيكم غروسو مودو شنو كاين الو بور لي شارج بيي كاين 3,953,997,49 بالنسبة للبنك عندنا ان سول ديبيتور ديال 2,764,531 تطبي وليزيد عندكم داتا ديال كل حاجه الرئيس انا محتفظ ليه هنا بواحد الكليمه نقولها ليه من بعد عندنا ديبيتور كريتور ديفر كاين فيهم 328,211 مام جموعه 9,111,991,20 عندنا في الواردات لي زيكستري هما نعطيهم لك دابا شويه انا ابراهيم باش نفهم حيت كنت شفت بلا وصلنا 2 مليون دابا راه بلاتي كمل كمل ابراهيم لان انا بعدا دخل دابا انا في خباري 500 ولينا في 900 هيا تبغي 500 بلاتي بلا وصلت 900 انا عفوني صافي بعد بقى لينا 1,400,000 ديال بريباراسيون باقي ما دخلاتش عندنا الورقه ديالها من الوزاره باقي ما دخلاتش عندنا دابا الو 1,400,000 عندنا ورقه ديالها ديال 2010 هادي فهمتيني وباقا ما دخلاتش ديال بريباراسيون وعندنا ورقه ديال 1,000,000 درهم افونس على شامبيون دافريك وبقات عندهم 1,000,000 اخرى ديال شامبيون دافريك ما عندناش عليها ورقه كانت غير هضره بين الرئيس والوزير السابق وكاين 60,000,000 ديال سينيال تا هي كانت هضره ما كانتش سميتو وهاد السيميو كتسالها لنا حنا راهي سالنتي على قبل الله علم ما عطاوناش لي فيرسمون الاولى والثانيه ديال سميتو ديال هاد العام ما مجموعو 4,000,000 درهم وباقي عندنا واحد 15,000 أورو ديال سميتها ديال النسمه باقا ما توصلناش بها يعني في الاخير غنطيحو 5,000,000 درهم اللي كاينه النسمه ديال داك العام ولا ديال هاد العام تبع لا ديال داك العام شي حاجه لا شامبيون دافريك 15,000 أورو ديال شامبيون دافريك فهمتيني هو من مجموعه غادي يبقى عندنا 5,000,000 درهم اللي كاينه لا كنسالو من 17 مليون كنسالو من 163,000 درهم 17 على 400 هي 417 ودابا حنا في 6,900,000,000 ولكن راه هادو يا ولنا 2,400,000 دخلوا اللي في الشك الدخول هي 1,600,000 اللي ما عندناش عليها وثيقه باش ما نبقاوش عاوتاني نديرو هذه اللي قانوني في هذا الاخوان هي 240,000,000
ونزيدوا عليها 17 مليون ديال نسمع هذيك هي شحال 257 مليون دونك العز السي ابراهيم كتحسب على 257 وحنا دابا كنتخبروا ان العز 900 مليون 900 نقصنا من 257 راه ولينا 750 مليون ماشي 570 مليون راه هادشي غيولي عليك مفروض عليك تكون افيشي في لو سيت ديالك واش سمعتيهاش قال سمعتي قال لك 2011 2012 غيدوزها ولكن ام بعتي دا مفروض عليك افيشي اي حاجه راه سمعتي قالت غنقول مفروض عليك افيشي اي حاجه اي حاجه كلشي ا او 2012 كلشي غنقول مفروض راه كلشي هادشي خاصنا افيشيو راه خاصنا افيشيو كلشي خاصنا سي عمران الله يرحم خاصنا افيشيو اللي كيتسال دابا غنعطيك انا مثال فريد ديبلاسمون 64000 شكون ديال كان هادو لا انا افيشيهم علاش ما افيشيهمش الناس اللي تسالو الاسماء اي ما كنفهم عندنا لا ديميتي كوميسيون 125000 كنتسالو عندي واحد داك ديال ترونسبور مخلصو اونو ديالو سميتو محمد ما سميتو وكنخلص دي شيك 124000 ترونسبور واحد سميتو راه خصها لي سوسيتي يخدموا معاها راه شركة هذا أستاذ سميتو العوفي شركة عندو شركة عوفي شركة ديال ترونسبور سوسيتي عوفي ولا شنو؟ عوفي عوفي دي سوسيتي العوفي عوفي محمد أبدية عوفي محمد أو نو بروبر لا راه سيدي يزيد راه 100000 درهم راه فوق 100000 درهم راه خاصك شركة مع عبد السلام شوية السي رشيد السي إبراهيم أنت والسي رشيد حنا بالنسبة ليا هاد الوراقي كل واحد يديرهم تحت الطابلة عندو يخلي عنده دواء خلوه هذا ميت هذا حنا غنتسناو من السي رشيد والسي ابراهيم يحلوا لنا الاجتماع الجاي يجيبوا لنا التقرير المالي انا بغيت التقرير المالي ديال الشلوح الله يجازيكم بخير انا شريح وبغيت نلقى ليزيد السعاده كيتسال علاش بغيت نلقى الحاج دول دغي كيتسال علاش هذا علاش ما بغيتش هادشي حتى شي كيخلع لي انا الدور كاينه قضيه انا بغيت نطلبوها منا وانت اللي كبر لك شحال هادشي راه اوبيراسيون باس اوبيراسيون النيميرو الشيك ديالك بس ما بغيتش اللغه دابا هادشي الخدمه ديال المحترفين وزارة طلبة الوثائق عربية فرنسية دول لغات يطلبوا هنا من السي إبراهيم والسي رشيد حاولوا ترجموا لنا هاد التقارير باش ندفعوهم مع المحاضر ديال الاجتماعات أي تم هو تقني السي عبد الرحيم ديروا لنا اللغة الفرنسية تو جوج صافي دوزو نقطة فرنسية هادي هادي نقطة وباقينا ما داخلينش في ديال الفرنسية ديال الرئيس لا دابا حنا لا ما بيناش هاد الوثيقه ما يمكنش واخا نديرو لها فوتوكوبي ما عندناش خطه واحد لا دابا داك السؤال اللي بغيت تجاوبني عليه انت منين تجتمع انت والسي ابراهيم انا اللي في خباري عندنا ثلاثه دي كونت اكسترا واحد على الان تفهموا هذا اكسترا ديال القلب الفلاحي عندنا ثلاثه دي كونت المفروض يكونوا عندنا 3 اكسترا مي دابا بور لانستون انا كنعتبر هادشي كله مشتوش ماشي حتى تقرير السي رشيد والسي ابراهيم شوف يا زيد انا بغيت نشوف انا كنوعدك واش داك التقرير انا لي دوكيمون اللي طلبت انا طلبت لي زيكسترا ديال لا فيدراسيون ديال الكونت ديالنا وطلبت شكون هما الناس اللي خاصنا نخلصوهم وطلبت لي شكل خاشن
ونصوبوا ايطا ديال لافيجاس. كلشي عندك تما. ها ما فهمتوش غير شي حاجه يقول لك رشيد نشرح لك الا ما فهمتيش. ابراهيم بلاتي يا يزيد ابراهيم ابراهيم الامور بسيطه انت بسيطه انت بلاتي ابراهيم خليني نكمل يلاه سي ابراهيم الله يخليك سيد سي ابراهيم اجي واش ممكن تقعد انت مع اي واحد مع اي واحد ما عندي مشكل غير ما كاينش اكثر من هاد الديتاي اللي كاين هنا ما كاينش المواد واضحه عندي انا المواد حتى بالك دابا يعطيك هو مثال بسيط اي حاجه جيت للمحتمو دير شكون هو المعني بالامر ماشي مشكل ها هو دابا مثال ها سبونسورينغ ديال 100,000 شي واحد يسحب الاخوان 100,000 ديالي ديال يزيد كيتسانى خصك تكتب لي يزيد باش يعرفوا الناس ديالاش ومن بعد تكتب لي يزيد كيتسان ديال هادي وعبد الرحيم مثلا كيتسان هادي اللي ديليغي كيتسانوا انا بغيت ابراهيم بغيت الخدمه ديال الشلوح كما قلت كويله بغيت كل واحد شكون هو باش عبد الرحيم الا سول تيعرف ما بقاش تسول بشوك طرف شوف دابا رضوان الا قلت لك الا قلت لك رضوان 19,000,000 ولا 20 غتقول او تدع 20 ديالك هو مسكين راه فات ما عنده واحد الطرف ما وخش عليه يقدر دابا غادي 19,000,000 دابا الاخوان الله يجازيكم بخير سي رشيد الله يجازيك بخير انت وسي ابراهيم شويه ديال التنازلات وانتم قراب لبعضياتكم في او ترى يتبتلوا عندنا دابا بيناتهم خضراء دابا زيد الله يهتم هذا شوف ان يزيد سيتياسيون هنا كاين 35 واش عندنا خدو سيتياسيون 35 ولا اوتر او 12 5 نهار حبسنا الجمع العام راه ممكن ديال الجمع العام راه حبسنا الجمع العام راه كاين في رابور فينونسي عطينا رابور فينونسي